وصحبه وسلم. عشاق كوره وبس في كل مكان، اهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين. النادي الاهلي طبعا بيحاول ان هو يدعم صفوفه خلال الفتره المقبلة علشان طبعا بطولة الانتر كونتيننتال وكمان كأس العالم للأندية، البطولة العالمية اللي هيشهدها العالم بداية من العام القادم. في مفاوضات قوية جدا مع النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، ومفاجأة مدوية بيكشفها الكابتن إيهاب الخطيب، بيفجر مفاجأة مدوية بشأن رد زيزو على مفاوضات النادي الأهلي، واللاعب يرحب بقوة بالانتقال إلى النادي الأهلي. لكن في بداية الحلقة صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، وما تنساش فضلا وليس أمرا تدعي لإخواتنا في فلسطين أن ربنا يثبتهم، اللهم آمين. طبعا ما فيش شك ان احمد سيد زيزو من افضل المواهب ومن افضل الاجنحة اللي موجودة في الدوري المصري يبال في افريقيا حاليا. احمد سيد زيزو ما فيش حد يختلف على قدراته. ايهاب الخطيب بيفجر مفاجأة مدوية بشأن رد زيزو على مفاوضات النادي الاهلي. كشف الإعلام الكبير والناقد الرياضي الكبير إيهاب الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن والمشرف على قطاع الرياضة عن مفاجأة مدوية بشأن موافقة أحمد سيد زيزو على الانتقال للنادي الأهلي في فترة من الفترات. إيهاب الخطيب: الأهلي فاوض زيزو في وقت من الأوقات، واللاعب وافق على الانضمام للنادي الأهلي. وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية: الأهلي فوض زيزو في وقت من الأوقات، كان أحد الأجهزة الفنية يريده. وقال كمان في ذلك الوقت: زيزو كان يستطيع التفاوض مع أي نادي، وبالفعل وافق على الانتقال للنادي الأهلي في هذه الفترة. وقال كمان: إذ زيزو لم يجلس مع مسؤولين في النادي الأهلي، لكن كان التفاوض مع وكيل أعماله فقط. وقال كمان: زيزو قريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي بموسم 2020-21 تحت القيادة الفنية لبيتسو موسيماني قبل أن يقوم اللاعب بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو قريب جدا من التوقيع للنادي الأهلي في الفترة الحالية. أحمد سيد زيزو وقع 3 سنوات رسميا على عقود على بياض. طيب، الخبر اللي معانا من موقع الأهلي نيوز، أحمد سيد زيزو وقع 3 سنوات رسميا، والشباب السعودي يخطف صفقة الأهلي الأجنبية. يبحث طبعا دايما جمهور النادي الأهلي ونادي الزمالك بشكل يعني مستمر عن التجديد في ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة. فالنادي الأهلي ونادي الزمالك بيحاولوا دايما بشكل يعني قوي جدا يعني مع استمرار عن الجديد في ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة دائما، وذلك رغم ارتباط قطبي الكرة المصرية بتحديات من العيار الثقيل سواء في نهائي دوري أبطال إفريقيا أو نهائي الكونفدرالية. كمان مفاوضات التجديد مع النادي الأهلي تعثرت الكشف عن العرض الخارجي المقدم لبيرسي تاو بعد تصريحات أحمد سليمان. 3 أسماء أهلوية ارتبط اسمهم بالانتقال لنادي الزمالك. كمان تهديد صريح من أحمد سليمان بشأن اقتراب الزمالك من التعاقد مع نجم النادي الأهلي وكيله حسم الجدل. مفاجأة نارية بشأن تعاقد النادي الأهلي مع صاروخ المغرب لتعويض علي معلول. إليكم التفاصيل. ترددت في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى دخول النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مفاوضات قوية مع النجم المغربي من أجل إبرام التعاقد معه من أجل تعويض رحيل علي معلول أو إصابته عن الفريق خلال الفترة المقبلة. طيب، الكابتن محمود الخطيب بيحسم قرار عاجل داخل النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. ده خبر
يعني مش هنتكلم فيه كتير، ولكن عايز اتكلم مع حضراتكم يعني بحاجات كويسة جدا يعني مع النادي الاهلي، وهي طبعا قصة احمد السيد زيزو. فاحمد سيد زيزو قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي في ظل الضغط الرهيب من امام عاشور ومحمود كهربا على اللاعب، كمان احمد فتوح في طريقه للنادي الاهلي، وافتكروا الكلام ده كويس. احمد سيد زيزو هيكون صفقة يعني زي ما بيقولوا كده صفقة القرن، هتكون صفقة القرن بالنسبة للنادي الاهلي، وهتكون صفقة مفيدة جدا للنادي الاهلي، خصوصا ان النادي الاهلي يعني داخل على بطولات كبيرة، يعني داخل على كأس، يعني بطولة الكأس العالم للأندية ولا انتر كونتيننتال، وداخل على كأس العالم للأندية 2025، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري والكأس الجديد، يعني بطولات كبيرة جدا النادي الأهلي داخل عليها، فطبعا هيكون في احتياج لصفقات كبيرة ولعيبة كبيرة تقدر تفيد النادي الأهلي. فأنا من وجهة نظري يعني التي ليس لها قيمة على الإطلاق، انضمام أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي هيكون بمثابة صفقة القرن، هتكون ضربة موجعة لكل جماهير نادي الزمالك طبعا بعد انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، خصوصا أن إمام عاشور ما كانش يخص نادي الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، يعني ده من وجهة نظري الشخصية. النادي الأهلي بيسعى لتدعيم صفوفه الفترة اللي جاية بمهاجم في الطريق محمد كانوتيه، وكمان بيسعى يعني بديل قوي لعلي معلول في يحيى عطية الله، يعني لاعب نادي الوداد، وكمان فيه طبعا زين الدين بالعيد بديل قوي جدا، هيكون بديل قوي جدا لمحمد عبد المنعم، كمان فيه رحيل مودست، هيكون فيه رحيل مودست ورحيل كريستو ورحيل طاهر محمد طاهر ورحيل، يعني لعيبة كتير هتمشي من النادي الاهلي، هيكون في مقدمتهم بيرسي تاو، افتكروا كلامي، بيرسي تاو خارج النادي الاهلي الموسم المقبل، هيكون رحيل بيرسي تاو مهم، هيكون رحيل مودست مهم، هيكون طبعا عدم قيد علي معلول الا في الانتقالات الشتوية القادمة، طبعا هيوفر وهيفتح مساحة لصفقات من النادي الاهلي، صفقات اجنبية ان النادي الاهلي يتعاقد معها ويعمل يعني ابرام صفقات قوية جدا سواء محلية او اجنبية. من مصر الاهلي بيتفاوض مع احمد سيد زيزو واحمد فتوح من نادي الزمالك واوفا مهاجم انبي، ومن بره بيتفاوض مع محمد كانوتيه وزين الدين بالعيد وكمان يحيى عطية الله وكمان محمد علي بن رمضان. كل الصفقات دي النادي الاهلي بيفكر فيها، وبيفكر ان هو يعمل صفقات قوية جدا خلال الموسم المقبل وفي يعني انتقالات الصيف المقبلة باذن الله، لان النادي الاهلي داخل على بطولات فمحتاج لعيبة يعني تكون ليها تأثير داخل الملعب، وتكون يعني لعيبة تقدر تكون تتحمل الضغط الجماهيري وتتحمل تيشيرت النادي الاهلي. ده كل ما يخص الصفقات وكل ما يخص احمد سيد زيزو وتفاوضه او موافقته على الانضمام للنادي الاهلي. في النهاية صديقة اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبت حضرتك، ياريت تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية، شوفك على خير، مع السلامة.